اسماء المنتخب السعودي: محمد مطلق، سامي جاسم، حسين بيشي، سمير عبد الشكور، عثمان مرزوق، محمد عبد الجواد، عمر بخشوين، احمد بيزيد، ماجد عبد الله، فهد المصبيع، خالد ناجل، والاحتياطي صلاح عياد، وصالح خليفه، وشايع نفيسه، ومنصور بشير، وعبد الله عبد العزيز. عبد الله في الدقيقه الثانيه اللقطه بيعيدها، وشكرا للاستاذ عبد الله اللي احتفظ لنا بيها. وزي ما احنا شايفين ماجد هنا، هذه الرفعة اللي كانت جاته من سمير عبد الشكور، وبيحطها ماجد براسه ويسجل منها الهدف الأول اللي احنا شايفينه. تترفع فين راسك يا ماجد؟ وبالراس، والمرة دي سمير، المرة دي سمير عبد الشكور. طلعت برا، ضربة مرمى للجواد، سايبها لفهد مصبيح، لخالد المعجل، لماجد، بيجي ماجد لحاله وحي يسأل الحارس ويقول له تبغاها فين؟ وسجل الهدف الثاني، كرة بينية، سأله قال له تبغاها فين، وحط له هي على يساره. كرة نشوفها يا أبو عابد، كرة حلوة، يسجل منتخبنا الهدف الثاني، هدف جميل. ماجد عبد الله يسجل الهدف الثاني، نشوف الكرة هتخرج بين المجموعة ويجري عليها ماجد ويطلع له الحارس وش الوش مع بعض قد ما يحاول يكفله الخانة، واخيرا يديله هي على يساره، مسجل الهدف الثاني في الدقيقة 13. هدفين هدفين دي، شوفوا إعادة ثالثة، هذا ماجد خلاص هو، وإن كان بيضايقوا هنا واحد من دفاع المنتخب الهندي لكنه جيده أرسلها. بيفوتنا في، خلينا نشوف الهجمة دي، ماجد برا دارية، هدف، تسلم لي راسك ورجلك يا ماجد، هدف ثالث، هدف سريع، 14 دقيقة، بعد دقيقة واحدة، هدف ثاني، ادينا يا أبو عابد صورة ثانية. لكن تصدم فريق الجاسم وترجع مرة ثانية وتطلع رمية. ثلاثة وتنقطع وترجع مرة ثانية الجاسم. سامي بيرفع رفعة حلوة، راسك يا جميل، راسك يا جميل، هدف تابع براسه الحلوة ماجد عبد الله، بقول له راسك، قال لي حاضر وراح حاططها، وسجل الهدف الرابع. ما كسفني قلت له ابغى راسك تحطها بالشبكه بالكوره. شوفوا الجماهير، شوفوا النصر يا اخواننا، النصر حلو، الفوز جميل، اربع اهداف في شوط واحد ولسه ربع ساعه. رقم سبعه كارتينج سيد، سته بارانستو، تعبون الجماعة دول، فلاينهم ماني شايفها. على كل بينظموا هجمة، لاعب بالعرض، أنا أقرب واحد لي هو ده بوم درجي رقم. زعلان طبعا المدرب، وخاصة إنه سمعنا إنه يقول إنه آخر مباراة بيحضرها مع الفريق الهندي وراجع لبلده. ما جبت شوطة وجنب القائم. اللعبة اللي شات فيها ماجد، شوفوه رايحة سعودية مقابل لا شيء. الحكم الدولي أحمد باش من الأردن عن انتهاء الشوط الأول بأربع أهداف سجلها جميعا ماجد عبد الله في دقيقة 2 و13 و15 و17، وتصبح النتيجة نتيجة الشوط الأول 4 سعودية مقابل لا شيء للهند. ده ماجد عبد الله. سيداتي سادتي، لنا لقاء معكم أيضا إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. سيداتي فهد
ماجد فهد تاني ودخل فيها هدف. يسجل الهدف الخامس يسلموا عليه وليه سلمة مننا كمان فرصة لفهد. الجماهير كانت شوية سكتت كده وما فيها حماس. هذه اللعبة مشترك مع ماجد بعدين سيبدو هي ماجد وخلاها يخش وسجل فهد يحاول زي ما احنا شايفين ويرسلها ويسجل الهدف. كده اذا انتهت هذه المباراة يصبح لدى منتخبنا 7 نقاط ويعلن حكم المباراة الحكم الدولي احمد باش بانتهاء هذه المباراة بين منتخبنا ومنتخب الهند وتهنئة من الاعماق لمنتخبنا و5 اهداف مسجلة ماجد عبد الله وسجل 4 اهداف في دقيقة 2:13